بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا حديث آخر في فضل الجار ووجوب إكرامه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علق كمال الإيمان أن يكرم الإنسان جاره. يعني لا يؤمن الإنسان أو العبد الإيمان الكامل حتى يكرم جاره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، 3 مرات يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوه عن ذلك فقال: من لا يأمن جاره بوائقه. يعني اللي جاره ما لا يأمن من شره، والشر ممكن يكون شيء بسيط أو يسير أو كبير، مهما كان هذا الشر فينبغي على الإنسان أن يتركه وألا يؤذي جاره حتى لا ينتقص إيمانه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فلذلك الإنسان عليه أن يراعي حق الجار. إنسان ممكن يسأل: طيب مين هذا الجار اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى به كثيرا؟ هل هو الجار المسلم القريب كذا؟ العلماء قالوا: الجيران 3. الجيران 3: جار له حق، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق. الجار الذي له حق هو الجار الذي ليس بمسلم وليس بقريب، يعني إنسان يعني غير مسلم وغير قريب، ولكن له حق الجوار. وجار له حقان هو الجار المسلم وله حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له 3 حقوق هو الجار المسلم القريب، فهذا له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. نرجع للجار الأول اللي هو الجار ليس بمسلم وليس بقريب ولكن له حق الجوار. شو هو حق الجوار؟ قال: من أبسط حقوق الجار ألا تؤذيه، وأن تحسن إليه، وأن تسلم عليه، وأن تسأل عنه، وأن تطعمه إن جاع، وأن تهديه، وأن تتصدق عليه، الصدقة العامة وليست من الزكاة، بس إذا كان إنسان فقير ومحتاج أن تحسن إليه بالصدقة. لذلك الجار حتى لو لم يكن مسلم فله الحق. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرناها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الجار المؤمن، لا، أي جار حتى لو ما كان مسلم، حتى لو لم يكن قريب. فلذلك أخواننا، كما سبق وأن بينا وأن ذكرنا وفي هذه الأحاديث التي ذكرت اليوم، يجب علينا أن نحفظ حقوق الجوار وألا نؤذي جيراننا. أحيانا الإنسان بيكون: والله أنا كيف بأذي جاري وكذا، فإذا صفيت سيارتك أمامه وآذيته في ذلك فانتقص إيمانك، وأنت ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وأنت ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير فيه، هو في النار، وأنت من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. كل أحاديث الوعيد تنطبق عليك إذا وقفت أمام جارك وأذيته وتأذى من وقوفك أمام بيته، أو تأذى من صوتك التي يزعجه، أو تأذى من أي شيء تفعله لهذا الجار، تنطبق عليك كل هذه الأحاديث. يعني بتكون صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك كلها في كفة، وإذاءك للجار في كفة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن تلك المرأة، أو قيل عنه في تلك المرأة: إنها تكثر من صلاتها وتكثر من صيامها وتكثر من صدقتها ولكنها تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. فلذلك فلنحرص على أن لا نؤذي جيراننا، وأن نكون لهم القدوة الصالحة في الإسلام، حتى يكون جارك أقل شيء لما بشوفك: والله هذا إنسان مسلم لا يؤذيني، هذا إنسان يعلمني كيف هي الأخلاق، هذا الإنسان يدعوني إلى دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا،
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.